مرحبا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث ووقائع معركة أين الله الجزء 68، وعنوان حلقتنا الأشاعرة يتهمون الوهابية بإساءة الأدب مع الله. وهنواصل مع حضراتكم في الحلقة دي والحلقات الجاية كلامنا عن عقيدة الأزهر اللي أثبتتها في مجلة الأزهر. والمرة دي هنتكلم عن نقطة مهمة جدا، إحنا اتكلمنا عنها بشكل سريع وموجز في المرات اللي فاتت، وهنتكلم عنها بشكل فيه تفصيل وبدون إطالة مملة، وهنروح مع حضراتكم لمجلة الأزهر اللي اتكلمنا عنها كتير في الحلقات اللي فاتت ونشوف مع بعض على الشاشة. والخلاصة إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. ولاحظوا حضراتكم معايا الجزء اللي بننقله من مجلة الأزهر، مكتوب إنه يجب تنزيه ذات الله وصفاته عن النقائص، ويكمل كلامه مباشرة ويقول إننا لازم ننزه الألفاظ الموضوعة لتنزيه ذات الله وصفاته عن سوء الأدب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي يقول إن الله ليه ذات حقيقية وصفات حقيقية ده بيقل أدبه على الله وبيجسم الله ويشبه الله. طب وإيه هو التنزيه عند الأشاعرة؟ التنزيه عند الأشاعرة إنهم بيقولوا إن الله خيال، الله وهم ومش موجود لا بذاته ولا بالصفات، وبكده بينزه ربنا. ونشوف تعليق سريع للشيخ الجامي على الكلام ده في الفيديو اللي جاي. وقد أخطأ علماء الكلام عندما زعموا أن معنى التنزيه نفي الصفات. اسمعوا لغة الاستهانة اللي بيتكلم بيها الشيخ الوهابي الجامي لما بيوصف إن اللي بينفي وجود الله واللي بينفي صفات الله يعني بينفي ذات الله. ذات من غير صفات تبقى معدومة، والشيخ الجامي بيقول ده خطأ. هل ممكن يكون خطأ غير مقصود أو ممكن يكون خطأ عن حسن نية؟ تصوروا إن الشيخ الوهابي الجامي بيقول إن بين في صفات الله وده معناه بين في وجود الله، ده خطأ. المفروض طبعا إن الشيخ الجامي يتكلم عنه بلغة حازمة أكتر من كده. وخلينا نروح لابن حجر عشان نعرف ليه الأشاعرة بيقولوا إننا لازم ننزه ذاته تعالى وصفاته وجل وعلا عن النقائص. يعني ليه لازم اننا ننفي ان الله ليه ذات حقيقيه وصفات حقيقيه؟ خلينا نروح لفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر وقوله باب قوله تعالى ملك الناس. خلينا نشوف بيقول ايه. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث اثبات اليمين صفه لله تعالى من صفات ذاته وليست جارحه خلافا للمجسمه. يعني ابن حجر بيقول ان اثبات اليد اليمين لله اثبات للصفه ذاتيه غير حقيقيه، واللي يقول إن الله ليه صفة يد على حقيقتها ده بيثبت لله جارحة، وبكده هيبقى مجسم مشبه. ويوصل ابن حجر في بس عقدت المنحرفة في شرح أعظم كتاب بعد القرآن اللي هو صحيح البخاري وقوله باب قول الله تعالى وتصنع على عيني. يقول الحافظ: قال ابن المنير: وجه الاستدلال على إثبات العين لله تعالى هو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الجارحة. وطبعا ابن حجر بينقل كلام ابن المنير اللي بيوافق عليه، واللي معناه نفي ان الله تكون ليه عين، لان في الحالة دي هيبقى الله ليه جارحة يعني عضو زي المخلوقات. ونشوف تعليق الشيخ البراك على كلام ابن حجر من كتاب تعليقات الشيخ البراك على المخلفات العقدية في فتح الباري: ولفظ الجارحة لا يطلقه أهل السنة لا نفيا ولا إثباتا، لأنه من الألفاظ المجملة المبتدعة، فلا يقولون إن عينه جارحة أو ليست جارحة، وإن يكون لحقيقة العين. منهم من يفسرها بالبصر كأهل التأويل، ومنهم من لا يتعرض لها بتأويل بل يثبت اللفظ من غير فهم لمعناه وهم أهل التفويض. وخلينا نفهم الكلام جزء جزء. ولفظ الجارحة لا يطلقه أهل السنة لا نفيا ولا إثباتا، لأنه من الألفاظ المجملة المبتدعة، فلا يقولون إن عينه جارحة أو ليست جارحة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الوهابي الشيخ البراق بيقول إن أهل السنة، وطبعا يقصد غلاة الحنبلة الوهابية، مش بيقولوا لفظ الجارحة لا نفيا ولا إثباتا، لأن لفظ الجارحة تحتمل حقا وباطلا. يعني مش بيقولوا إن عيني جارحة أو مش جارحة. ونكمل كلام الشيخ البراق بيقول إيه: والنفون لحقيقة العين، منهم من يفسرها بالبصر كأهل التأويل، ومنهم من لا يتعرض لها بتأويل بل يثبت اللفظ من غير فهم لمعناه وهم أهل إيه؟ التفويض. وطبعا أهل التأويل علشان يهربوا وما يثبتوش لله بصر حقيقي بيقولوا مجرد إثبات العين لله ده يبقى إثبات جارحة أو عضو لله، وده تشبيه وتجسيم. ويكمل الشيخ البراك كلامه ويقول: عشان كده الأشعرة
أوله العين بالبصر، يعني الله ملوش عين حقيقية لكن بيشوف، يعني الله يشوف من غير عينين، ودول أهل التأويل. طب والقسم الثاني بيقول إيه؟ من الأشاعرة بيقول إحنا ما نعرفش معنى لله عين أو عين الله، لكن طالما اللفظة دي جت في القرآن وصحيح السنة إحنا هنقبل لفظة عين من غير ما نعرف معناها، ولا يجوز إننا نعرف معناها، وده هو التفويض. يعني الشيخ البراق بيقول إن الأشاعرة بينفوا حقيقة صفات الله إما بالتفويض أو التأويل، وده كله باطل لا يصح. وطبعا النفي ده هو التنزيه بالنسبة للأشاعرة. وشوفوا معايا الشيخ الجامع هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. وقد أخطأ علماء الكلام عندما زعموا أن معنى التنزيه نفي الصفات. وطبعا الشيخ الجامي بيقصد ان علماء الكلام اللي هم الاشاعره بينزهوا الله عن اثبات الصفات الحقيقيه لله، فعشان كده بيأولوا او يفوضوا، لان التأويل او التفويض في الحقيقه هم وجهان لعمله واحده، هو نفي لصفات الله، وان اثباتها على حقيقتها تعتبر اثبات نقائص لله وسوء ادب، وده هو مذهب المجسمه، زي ما شفنا الكلام ده في مجله الازهر اللي اتكلمنا عنها في حلقات كتير اللي فاتت. وخلينا كمان نتأكد ونشوفه معايا على الشاشة مجلة الأزهر. والخلاصة إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. ونشوف على الجمعة هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. فاللي عايز يلتزم بالأشاعرة، الأشاعرة دي ما هياش صيغة واحدة، إنما هي صيغ متعددة، لكن كلها هي أهل السنة والجماعة داخل الأشياء. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو شوف أو ابتدينا نعدد أهو، أوله أو فوض ورم تنزيها، يبقى أهل السنة والجماعة ينزهون الله. وزي ما شفنا الشيخ علي جمعة بيقول اللي عايز يلتزم بالأشاعرة، الأشاعرة دي ما هيش صيغة واحدة إنما هي صيغة متعددة، لكن كلها هي أهل السنة والجماعة، وكل نص أو أوهم التشبيه أوله أو فوضه، وده هو التنزيه. وطبعا هو بيسمي الأشاعرة إن هم أهل السنة والجماعة، وإن هم اللي بينزهوا الله. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا في حلقة النهاردة عقيدة الأشاعرة من خلال مجلة الأزهر إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. والشيخ الجامي قال قد أخطأ علماء الكلام عندما زعموا أن معنى التنزيه نفي الصفات. وابن حجر طبعا لأنه بيوافق الأشاعرة قال واللي يقول إن الله ليه صفة يد على حقيقتها ده بيثبت لله جارحة، وكده هيبقى مجسم مشبه. وإن إثبات العين لله وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الجارحة. الشيخ البراق رد على ابن حجر وقال إن الأشاعرة بينفوا حقيقة صفات الله إما بالتفريد أو التأويل، وده كله باطل ولا يصح. وأخيرا شفنا علي جمعة بيأكد الكلام إن عقيدة الأشاعرة إن كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه، وده هو التنزيه. وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.